ما بنسى طبعا الغنيه اللي عملتها لاطفال لبنان، كانت كتير مؤثره، وكانت يمكن اول فنان عربي بيعمل غنيه للبنان. الحقيقه بتعرف يعني لبنان بدون شك يعني بلد الحضاره والنور والاشعاع والجمال وكل شيء، وحتى الكب الني يعني مثل مره عزمنا الاستاذ الحبيب الياسر حباني والاستاذ منصور على هيك على غدا بالبيت عندهم، جاب صحن فواكه عميل معلمة، قلت له لحد بده يمد ايده صوروني جنبه بدي اخذ. يعني في 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 يعني تحس بالجمال اللي ما ممكن توصفه الحقيقه، بتعيشه. بس الحلو انه انت ربيت بقسم من حياتك في لبنان، وبحكم كون الوالده من مشغره وترددك باستمرار على لبنان، بس كمان هو في احساسك داخل بالقصه اكثر من انه شخص مرتب من الخارج. صحيح، يعني انا هذا الصرح الحضاري، عرفت؟ هذا الصرح الانساني، يعني هو الانسان هو اللي بيسوي الحضاره، مش الحضاره مش صح. مش العكس. هذا الصرح الانساني الحضاري اي واحد يعني بجن انه كيف بده يتهدم، كيف بده يروح، كيف كذا. فوقتها كتبت وسجلتها وجبتها، كان مقطوع الطريق والحدود كانت كمان صعبة. اي، وجيت ركض على الحدود بسيارتي ولقيت ضابط بالجيش، قلت له انا دريد لحام. قال مين دريد لحام؟ قلت له غوار طوشي. قال لي اهلا اهلا. لا ده شريط في غنية بتمنى يوصل ل... اذا بتسمحوا لي مر بمر، بس اذا قال لي صعب الطريق خطير وواص وكذا، قلت له يا ريت تمرروا بي اسرع ما يمكن. وكنت وعلى طريقه الاحساس الفنان انه ممكن يعمل شيء، كان عندي احساس انه اي حدا حيسمع هالشريط ومعه باروده حيشي حيرميها. ما صار، بس بضل لا يعني بتحرك على الاقل. أيوة، بتحرك الوجدان، بتحرك الوجدان. حتى يمكن الوجدان اللي كان عم بيقاتل كان يتاثر لما بيسمعها. أيوة، بس ما كانش له يد بالتوقف الفوري مثلا. بالضبط. قول دائما الاعمال الفنيه ما بتدخل مباشره. ايه، وما هياش. ايه صحيح، بتربي نوع من القناعات عند الناس. بالضبط. يمكن ازدياده مع الوقت، مثلا انه الغنيه يمكن ما وقفت معركه بس خففت من عدد المقاتلين بالمعركه العاشره اللي بتجي فيما بعد مثلا. تماما، مثل لما بتحكي عن مثلا اطفال الحجاره، ثوره اطفال الحجاره، مو هذا جيل النكبه. صح. هذا رابع جيل. صح. بس هو يمكن نتيجه التخزين والالم والاناشيد و الى اخره، فاء واعتمد على الارض لي صارع المصارع. صحيح. هلا صانع المطر والعصفوره السعيده باقيين 4 أسابيع. ان شاء الله. قليل. لماذا هذا البخل يا ابا سائر؟ العفو، استغفر الله. اسلم لعيونك، خلي لي اياك. لا بس جد، ليش محدود ال4 أسابيع؟ والله باعتبار الفرقه عندها ارتباطات بمناطق ثانيه. اي يعني نتمنى لك التوفيق، بس كان احب انه اشوفها اكثر. يخلي لي اياك. تعلمنا بانه صديق الحج يعني ما بيقصر يعني 4 أسابيع. نحن ان شاء الله بنشوف احبائنا في لبنان، لكن هن 52 اسبوع في القلب. الله يخليك، هذا ما في شك، والشعور متبادل. طيب دريد، بدنا نرجع احنا وياك كمان لمحطه مهمه كثير. دريد لحام متخصص بالكيمياء، كل شيء فيه علماء قدامى كانوا يفتشون عن حجر الفلاسفه، كل شيء فيه كيميائيين عرب وغير عرب كانوا يفتشوا عن حجر الفلاسفه الذي يحول كل شيء الى ذهب. يا هل ترى دريد لحام اللي ترك الكيمياء هل كان يفتش بالمسرح عن كونه حجر فلاسفي بشكل او باخر؟ الحقيقه ايه، يعني انا استاذ رياضي واخي الكريم، يعني اعتنقت الفن عن حب، بؤمن فيه كثير، فانا مش محترف يعني معتنق. يعني هلا مثلا انا ما بعيش مثل ما بيعيشوا الفنانين اطلاقا، طبعا مع احترامي لهم، يعني مش بقصد انه حياتهم غلط وحياتي صح، وما بدي اعمل غاندي يعني انا. يعني مثلا انا بجي على المسرح قبل المسرحيه ب3 ساعات. صحيح. بطلع على السلالم مع العمال، بركب الديكور انا وياهم والاضاءه انا وياهم والصوت انا وياهم، بحب ساوي كل شيء بايدي اضمن انه مش انه بجي قبل بعد الجمهور وبسياره ليموزين وفتحوا لي الباب اوعى وكذا لحدا يقرب، لا مرشح تبع المرافقين دخيلك. ايوه، لا مرشح لحدا يقرب، بعدوا لي الجمهور على جنب الى اخره. كيف بالعكس، التصاق الجمهور ما بيعطيني قوة أكثر طبعا. فاعتناق وقضيت كتير بالبداية أنا لما كان قراري أني أترك
كنت مدرس في الجامعة لما كنت اتخذ القرار عن العائلة ما كانش طبعا انه ولد اتعلم نضل بالنسبة للأب والأم وولادنا. صحيح. انه الولد اتعلم وتخرج جامعة واشتغل استاذ جامعة يتركها من استاذ جامعة لمشخصاتي. مشخصاتي ايوه اصلا صح. اصلا كتير بينظروا لها نظرة كانت هيك قالت يعني حتى في واحدة ختيارة كانت تجي لعنا على نقابة الفنانين تبيع دخان مهرب شوف بقى المهنة ايه اختيارة قالوا لي انه كانت فنانة بزمانها هذه ايه كذا بدك لازمك بول مول لازمك كذا وطالع وشوف على المهنة اللي عم تشتغلها اشتري من قلت لها دخلك حاك انت فنانة بزماني قال ايه والله تابع لي من هالمقدوف شوف لك يعني هذه النظرة يعني عرفت كيف في صراع مع الاهل صراع مع التقاليد صراع مع المستقبل كمان انه طيب استاذ كيمياء ناجح وبكسب كويس استاذ جامعة يعني انه مركز كمان ايه وكان الموظف في ذاك الوقت هو الوحيد اللي يلبس جرافيا في المجتمع يعني صح مو مثل هلا الوحيد اللي عم يلبس شحاطة يا حار صرتي عليه الموظف يعني كان لما الولد يخلى يقولوا ان شاء الله بكبر وبيتوظف بتوظف على اساس هي مضمونة معاشه بكفي وبيزيد وفي تقاعد مضمون لاخر حياته هلا حسرتي يعني صحيح. 10 وظائف مش عبي رحي فوظيفه مضمونه ولا باس فيها من الناحيه الاجتماعيه استاذ جامع تركك مشان البس بقاب وشروال الاخرين هذه الرساله وعانيت من الناحيه الماديه كثير كمان طبعا بالبدايات الفن ما كان كثير 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 انا كسير. بذكر مره الله يذكره بالخير الاستاذ رفيق السبيعي ابو سياح والاستاذ امين خياط وشاكر بريخان اربعه ومعهم واحد ممول بذاك الوقت يعني معه 500 ليره صح عرفت هذا منتج بروديوسر ايوه بدهم يعملوا لنا حفلات بالقمشلي هي شمال شرق شمال اي سوريا سوريا بلد كثير بعيده انه هنيك كان تلفزيون دمشق السوري ما بيوصل لابعد من حدود دمشق وما حدا سامع فينا هنيك هن مو بيشوفوا التلفزيون مشان افتكروا انه ببين أيوة. انه هدول النجوم بقى دريد ونهاد ومهل جابري والله يرحمه ملك سكر وإلى آخره بذكر أنا كنا هيك كنت شوفهم أنا بالمسبح في مسبح كنا نروح نسبح فيه كل يوم اسمه السيريانا هالأربعة هدول يعملوا اجتماع يشوفوني ما رأي يسكتوا يحسبوا بعدين فهمت أنا عم يحسبوا أنه إذا فات مثلا 500 شخص على الصالة إذا الشخص على بورقة ليرة 500 ليرة كتير خير الله خمس حفلات 25,000 إذا طلع لنا نحن خمسة نحن أربعة متقاسم وكذا يغطسوا بالمي ارتاحوا نفسيا يرجع واحد منهم يعمل براسه بتعرف الواحد لما بيطلع فوق المي بيعمل مش حرارة أيوة مش يزبطهم أيوة إنه تعوا يطلعوا إنه طيب بركي ما أجا 400 أجا 300 طيب حسوب من أول وجديد يرجعوا يحسبوا ويطلع المهم طلع معهم إنه مربح في كل الحالات راح يربح حيربح أخذونا رحنا للقمشلي يا سيدنا ما حدا سمعان لا بغوار الطوشي ولا بدريد حتى بالشام وسمعانين نهار نهارين لك يا جماعة طيب بدنا ناكل بدنا نشرب بدنا فنجان قهوة كاسة شاي قال والله دبروا حالكم احنا مو اخذين على اساس رح نقبض من الخليج مدخول من القمشلي على اساس رايحين على الخليج انه من المدخول بتقبضوا ما في ولا مدخول المهم في نهار قاعد هيك انا بهالقامشلي هيك بالنهار بقهوه مشتهي اي شيء ولا واحد من بعيد يبدو شايفني زمان او شيء قال لي مرحبا استاذ لي مرحبا قال لي تفضل ركضت انا دغري فور قال لي شو بتحب تشرب؟ قلت له صحن حمص شوف يعني لكن كانت ايام لذيذه يعني برضو انا بذكرها بالخير يعني حلوه كانت معاناه جميله يعني. طبعا هو الحلو هون يعني انا كمان نفس الشيء تركت التدريس انا اختصاصي ادب عربي وفلسفه عربي كمان تركت مع انه كان مدرس يومتها شغل كثير ممتاز ومدخول جيد وابتدينا بالعمل الاذاعي على اساس كان بعد التلفزيون مش مبلش يعني وكانت فعلا يعني مثل ما عم تحكي نفس الاشكاليات الماديه بس هالهاجس الدائم على طول انك بدك تعطي اي بتحب هالشغله بدك تعطي فيها تروح ببلاد مثلا في بلاد تروح الفرقه بدنا نعرض مثلا ما فيها فندق مره رحنا لبلد دير الزور مثلا ما فيها اوتيل طيب وين بدنا ننام قال بالمدرسه على طاولات مدرسه شو علمنا على طاوله المدرسه على طاولات مدرسه ننام رغم انه يعني كنت صرت دريد يعني كان صار لي ناس الى اخره ان شاء الله ربي بيديم محبتهم لانه بلاها مش على صفر طبعا على كل حال صديقنا يوسف الحج عم يخبرني عن مدى حبك للعمل
وهذه مش مستغرب. النجاح استمرار النجاح عند وريد لحام مش بس الموهبة لحالها، الموهبة والشغل والتعب أبي خبرني لما كنتوا بأمريكا بقى صار مديرة المسرح عم تسألوا ليوسف خي وينو هالبطل تبع المسرحية خي والآخره الضجة الإعلانات هالقصة الضخمة كلها عم تصير، طب ما شفتوش البطل؟ قال ليك ونوع بدق سمير مع شغير يعني. اي صحيح يعني طبعا هذه أهل هذا القصير المبهدل اللي هنيك. بتعرف الواحد أوقات بيحكي عن حاله كلمة مو منيحة ليسمع كلمة طيبة من حدا، مثل مثلا أنا بقول إنه والله أنا مشكلتي قصير 165 مشان اسمع اللي عم قل عملها الكلام اللي الشبط والمربوع اسم الله حولك ولا صار أزرف أصلا. لا بس بقصد أنا يعني أهمية الشغل يعني هالإصرار على بعدك تعمل كل شيء بإيدك يعني لأني بحبه. قلت أنا يعني برجع بقول لك مش محترف مع تنق، بحبه يعني بحب هالشغلة، والنهار اللي ما بلتقي بالناس بحس ما تنفست. طيب دريد بعد هالجولة هلأ هون عنا بالمنطقة المنطقة الأردن سوريا لبنان وين عندك؟ كنا قبل رحنا تونس وين كمان؟ أي عنا بعد منا بأستراليا، رايحين على أستراليا إن الله راد. نرجع لدمشق نعمل إعادة عروض، في طبعا مباحثات مع كمان العرب المهجرين في كندا وأمريكا. طيب أنا بدي أسألك شغلة كتير مهمة هون، كانوا يقولوا إنه دائما اللهجة على أساس اللهجة المصرية طغت ودخلت العالم العربي كله من خلال الأفلام، اللهجة السورية وبالتالي اللهجة اللبنانية كانت جديدة، وقدر دريد لحام يمكن بالغنية اللبنانية مقبولة تمشي غنية في لحن في مغنى بس مسرح يعني عم بتمثل عم بتقول كلام فقط بدون أي غناء، وقدرت توصل بكل العالم العربي. هيدي بتأكد في النهاية يعني سقوط المقولة بتقولك إنه والله أي أكيد عيوني حبيب قلبي، أصلا يعني ما فيش لغات عربية، في لغة عربية وبقايا لهجات، واللهجات ما هي لنغم يعني نغمة، والنغمة جميلة باللهجة وما يجوز استغناء عنها، لكن أنا بحاول مثلا الكلمات اللي ما لها أصول عربية استغني عنها، يعني مثل مثلا ما تروح تقول أنينة أنينة، احنا بنقول أنينة صح وبالمنطقة هون تعب الخليج ما بيفهم أنينة، بيقول له بدي أقول له بطل اللي جاي من الإنجليزي حلو كتير بطل بالمغرب العربي تونس وغيره بيقول له دبوزة. فأنا مثلا كلمة أنينة بالمغرب العربي بقي ما بحط بدالها دبوزة عرق بدال أنينة عرق، لكن عم حاول حتى هذه الكلمات ما استعملها، حاول استعمل الكلمات اللي إلها اللي بتمرق أي جذور عربية إيه، لأنه وإلا هي مجرد نغم يعني مثل مرة الأخت سعاد عبد الله بالكويت إيه، بقى رحت أنا هني كان مصور برنامج وقتها لمصلحة عرب سات، فما فاتت على الأوضة ولا قالت له أنه صك الدريشة وشب الليط. شوها؟ إذا سعاد شو عم تحكي عربي ولا شو؟ قال هاي صك الدريشة وشب الليط، هاي قال صك الدريشة سكر الشبات وشب الليط اللايت. شب اللايت يعني شعله. ايه متى بتجي للمغرب العربي أنه والله طاحت الفرشيطة ونحن من منجو يعني وقعت الشوكة نحن عم ناكل نحن منجو منجي يعني نحن من منجو. فلو استغنينا عن هالكلمات تضل النغم يعني يعني مثلا بتصفى شغلة النغم، مثلا أنا بقول قبل أنتوا بتقولوا قابل نغم، بالمغرب قبل مظبوط يعني صفي النغم بس ما عادت في بالخليج قبل مثلا برضو حلو يعني بس بضل يعني برضو بتنفهم يعني في حال إنه بتقول قبل يعني قبل قبل إلى آخره بضل مقبولة بس هالأشياء التقليدية جدا يعني الخاصة جدا صك الدريشة وشب الليط ما كيف بدي أفهمها. صحيح. فالحقيقة اللهجة إذا حاولت تتقرب على اللغة ما بتشكل عائق، طبعا بدون ما تستغني عن يعني أنا ضد مثلا إنه ممثل لبناني يحكي مصري أو مصري يحكي سوري أو سوري يحكي ضد، لأنه
بيطلع ملخبط يعني، بيطلع مثل الأرمني اللي بده يحكي عربي، إنه كيفك أنت؟ مظبوط. بتطلع أنا مش عارف ليش بالأول مشكلة. متى عندك خوليو إغليزياس أسوأ إنسان لهجته بالفرنسي وعم بيغني، يعني لهجة سيئة جدا ونجح فيها. سبب نجاح خوليو إغليزياس بأغاني الفرنسية إنه لهجته مكسرة جدا. يعني منا معيبة. معناتها أنا بقدر أغني ألماني على مثلا. شو اللي بيمنع؟ أنا بكسر أكثر منه بالألماني.